مولود برج الحوت، بدي أتمنى لك سنة سعيدة، سنة حلوة. سنة 2019 تحمل لك الكثير من الحظوظ، وبعتبرك من الأبراج القوية جدا في هذا العام. كيف راح بيكون الأسبوع الأول من سنة 2019؟ يبدأ الأسبوع 3 1 كانون 2 يناير، والقمر موجود ببرج صديق لك في برج العقرب، يعني بيرافقك الحظ منذ اليوم الأول من العام الجديد، وعلما أنه نفس الحظ كان معك باليوم الأخير من سنة 2018. لما القمر بيكون ببرج العقرب، معناتها مولود برج الحوت عنده انفتاح اتجاه العالم، وبالتالي في عندك استعداد لتكون منفتح تجاه الآخرين، تجاه الناس، بالعمل، بالشغل، بالحياة العاطفية مع الأولاد. كما أنه بتزداد، لازم تلاحظ هالشي، مولود برج الحوت بتحس حالك أنك عم تستوعب الأمور، عم تلقطها على الطاير بسرعة، حدسك بيكون كتير قوي، حماسك، ضحكتك، نفسيتك مرتاحة جدا. انطلاقة مهمة جدا لسنة 2019، وبعتبر فعلا الثلاثة 1 كانون 2 يناير من الأيام الأجمل في هذا الأسبوع. الأربعاء، الخميس والجمعة، القمر موجود ببرج القوس، بالنسبة لك هو البيت العاشر، النقطة الأعلى في الدائرة الفلكية عندك، ففيك تقول إنه الأسبوع أو السنة انطلقت ما رح أقول بحماسة، لكن انطلقت بقوة، بقوة وبضرورة للتحرك، لأنه دغري فجأة الأربعاء الخميس والجمعة مولود برج الحوت عنده واجبات بده يشتغل عليها، بده يقدمها، بده يخلصها، بده ينهيها، وبده يقدم نتائج إيجابية على الأقل. الأجواء عندك مولود برج الحوت يمكن تحمل لك، ما رح أقول عبء، لكن في عمل اتجاه يمكن أحد الوالدين، يمكن فجأة بعملك، بشغلك، بينطلب منك تقدم نتيجة، تقرير، أو تضطر تركض لتشهل بمسألة أو بمشروع معين أو بأوراق معينة تشتغل عليهم. بعد مواليد برج الحوت بينطلقوا بهالثلاث أيام، الأربعاء الخميس والجمعة، باتجاه جديد، باتجاه مهم، لأنهم أخذوا قرار أو بياخذوا قرار بهالثلاث أيام لحتى يغيروا بحياتهم المهنية أو الشخصية. فهن بالتالي 3 أيام مهمين جدا، لازم تعرفوا تتصرفوا خلالهم بعقلانية وبموضوعية. بالنسبة للسبت والأحد، القمر موجود ببرج الجدي، يتراصف القمر مع الشمس نفس البرج طبعا، ومعناتها في عنا قمر جديد. القمر الجديد رح بيكون يوم الأحد، وبعد دقائق من هالقمر الجديد في عنا كسوف للشمس بتمام الساعة 3:42 صباحا بتوقيت بيروت، أي الساعة 1:42 صباحا فجرا بتوقيت لندن. وأيضا بيرافق هيدا الكسوف والقمر الجديد تقدم لكوكب أورانيوس، يعني الطبيعة في عطلة الأسبوع، وسوف نشهد هالأمور هيدي الغريبة العجيبة ابتداء يمكن من الجمعة 4 كانون 2 يناير. في عنا يمكن الطبيعة تثور وتتمرد، الأجواء مختلفة عن بقية الأيام، عم بحكي بالطبيعة. بالنسبة لك أنت شخصيا مولود برج الحوت، القمر الجديد بحمسك، بدخل على حياتك حب للتعارف، للتقدم، لمد اليد للآخرين، لحتى تحتك فيهم، تتواصل معهم، تتعرف عليهم، عندك الحشرية لحتى تتعرف على ناس جدد، يمكن شخص مش ضروري بالجمع. عندك نظرة حلوة للناس والناس تلتفت صوبك، بتلاقي عندك جاذبية معينة تلفت لهم نظرهم. فهن يومين مناسبين لتبحث عن الدعم وعن التأييد أنت بحاجة لإله. أسبوع بعتبره كتير حلو، كتير مهم لمولود برج الحوت.
وبعتبر المواليد الأكثر حظا في هذا الأسبوع هي مواليد 13 ل 18 أذار مارس بسبب المثلث الفلكي المائي من كوكب الزهرة. أما إذا كنت من مواليد 4 و5 أذار مارس ففي عنا كوكب نبتون بعده عم بيلاحقك أو بيلحقك أو بعده ماشي معك، ويمكن يخليك تشعر بضرورة للتركيز أكثر على شغلك أو على درسك. بدي أتمنى لكم بداية عام حلوة، وإلى اللقاء مع أبراج أخرى وفيديو آخر. باي باي.